مرض من جمال كوانت. بالنسبة للمركز الإغاثة الوقائية المدنية بجمال سحيم، كما تعلموا بأنه كيضم يعني كيفية إدارة الكوانت، يعني إدارة الكوانت قبل الكارثة وأثناء الكارثة. الأكران ديالو باص كله. ولكن البومب اللي فات السيزي هذا كاين واحد البومب تما البومب هيدروليك اللي هي خطوه السلام عليكم. هذا الصباح كنت واجدو يعني كطاقم إداري وتربوي رفقة تلميذات وتلاميذ المؤسسة الثانوية التأهيلية مولاي رشيد بجمعة سحيم بتكانة الوقاية المدنية بجمعة سحيم، يعني للمشاركة في اليوم العالمي للوقاية المدنية، وهو يوم يعني للاحتفال يعني تحت شعار دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر، وهي فرصة يعني لإطلاع التلميذ والتلاميذ على أهم الأدوار والمهام اللي كيقوموا بها يعني رجال الوقاية المدنية وكذلك جهاز الوقاية المدنية. وبهذه المناسبة يعني كنوجه الشكر للحار لرجال الوقاية المدنية بجمعة سحيم على الأدوار الجبارة اللي كيقوموا بها يعني خدمة للصالح العام وللإنسانية، وشكرا. السلام عليكم، معكم أنس مؤدين مندوب منظمة السواعي الكشفية مندوبية إقليمية جمعة سحيم. اليوم حنا كنتواجدوا بتكانة الوقاية المدنية جمعة سحيم اللي كتحتفل باليوم العالمي لرجال الوقاية المدنية. جهاز الوقاية المدنية من بين أنشط الأجهزة لنشاط تبارك الله حيوي وفي اشتغال دائم، وكنهنئوا رجال الوقاية المدنية باليوم العالمي ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم